اهلا بحضراتكم وعاملين ايه وكله تمام؟ 100 فل و14. القضيه السكانيه قضيه ملحه جدا قوي خالص. التعامل معاها زمان كان تعامل غريب من وجهه نظري، الا انه دكتور كريمه ابو النور باعتبار ما سوف يحدث باذن الله مع الحصول على درجه الدكتوراه قريبا، عضو تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، منورانا. ازاي الحال؟ القضيه السكانيه وحضرتك بتشتغلي على علم النفس السياسي. طيب، قضية سكانية ناس بتتعامل طول الوقت باعتبار انه احنا عندنا قضية كبيرة جدا، احنا عندنا مواليد تقريبا 2.6، عندنا تقريبا وفيات هي 6 دي، عندنا صافي ما شاء الله 2 مليون مولود سنويا يضافوا الى الخريطة السكانية المصرية. الرئيس دايما يتكلم على احنا لازم نشتغل على هذا التنظيم، مش مسألة التحديد وخلاص، لأجل ان احنا نعرف نستفيد بحجم النمو والتنمية اللي بتجرى. زمان كان بيتم التعامل تعامل غريب خالص جدا من وجهة نظري، ما تخلفوش، بس ما فيش توعية حقيقية بمسألة اخلف ازاي، كل قد ايه، أهمية ده إيه بالنسبة لي، وهكذا. دكتور كريمة بتشوف ده إزاي؟ خلينا أقولك، إحنا من نص الثمانينات لنص التسعينات كان في اهتمام بالجزء اللي هو تقليل عدد المواليد، يعني إنه نقلل عدد المواليد، وكان بيتعمل حملات إعلامية، كان متوفر الحاجات بتاعت تنظيم الأسرة. تم إهمال الملف من بعد التسعينات لحد 2014، فحصل البوم يعني. بس حتى وقتها في 2000 يعني الفترة اللي أنا بكلمك عنها دي، ما كانش الشغل بالشكل الصح المفروض نشتغل عليه، لأنه في جزء مهم عندنا قوي اسمه خصائص السكان. يعني إيه خصائص السكان؟ دي الكلمة اللي بتضرب اي كلام يجي يقول ما احنا نستخدم الناس دي في الثروه البشريه، ما احنا عندنا عدد، ما احنا عندنا من الناس، ما ده ينفع يعمل لنا ايه، يزود الموارد، وما بيبقاش مدرك ان احنا عندنا مشكله في خصائص السكان. يعني ايه خصائص السكان؟ يعني الاماكن الاكثر فقرا هي الاكثر انجابا، فبالتالي بيطلع لي بيبقى مثلا واحد مخلف 6 7 5، فما فيش تعليم كويس، ما فيش صحه كويسه، ما فيش جوده حياه هو عاشها، في طفل معذب، في 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 في، ففي الاخر هو حبيبي مش قادر يدي حاجه، لا قادر يدي صحيح. نفسه حتى، يعني حتى انا مش طالبه منه انه يفيد نفسه. بالظبط، انا مش طالبه حتى انه يفيد الدوله، انا عايزاه يفيد نفسه، مش عارف يفيد نفسه. فعشان كده احنا عندنا مشكله كان في فتره التسعينات، من الثمانينات التسعينات اللي احنا كنا قادرين نقلل شويه، يعني نحجم الكارثه شويه، برضو كان عندنا عجز كبير جدا في الشغل على الخصائص السكانية. دلوقتي بقى في كلام من الدولة ومن المبادرات اللي بتتعمل، ومن يعني بشكل واضح برضو مدركين حتة الخصائص السكانية وعايزين يشتغلوا عليها. بس خليني أقولك إن المشكلة أضخم من إنه وزارة تقدر تشتغل عليها، ولا إنه حتى إنه الرئيس يطلع يتكلم عنها، وهو ما فيش مناسبة إلا لما الرئيس بيتكلم عنها. بس الحقيقة إنه ده مش هيبقى حل. يعني خليني أقولك مثلا رقم صادم كده، يعني دايما بقوله في كل حته وهفضل اقوله، حتى كتبته في المقدمه بتاعت الكلمه بتاعتي اللي قلتها في الحوار الوطني. الامم المتحده قالت ان احنا دلوقتي 8 مليار في العالم. احنا في خلال 2030 ل 2050 هنوصل للمليار التاسع، وده نطه فظيعه، يعني خدنا مده اطول في كتير قوي في المليار الثامن. في 8 دول هيبقوا مؤثرين، مصر تاني اكتر دوله. يعني العنوان كده ومن، وهقول لك حاجه، مش هقول لك دور على اي مواقع مصريه، دور بقى على مواقع، مش عايزه اقول اسماء، دور شوف، يعني هو بلاش، دور في تقرير الامم المتحده، هتلاقي مصر ستكون من اكتر الدول مساهمه في الوصول للمليار التاسع. فاحنا في ليه بقى؟ احنا دلوقتي عندنا حوالي 35% من السكان تحت سن 15 سنه. كمان 10 سنين دول هيخلفوا، كل واحد هيجيب 2 بس، وهنبقى مسيطرين قوي، اضرب في 2 وصلنا ل 165 مليون. فاحنا زمان كان في نطاط مش متسارعه، يعني مثلا كل 5 زدنا مليون، زدنا مش عارفه ايه، لا انت في بعد كده هتبدا تزيد، اضرب يعني اضرب العدد في 2 اضرب. فاحنا في الاخر احنا داخلين على كارثه حقيقيه، ولازم الكل يشتغل عليها، لازم الكل حرفيا يشتغل عليها، لان دي اللي هتيجي. يعني انا كنت لسه بقول انه في حد ممكن يتصور انه لو جه رئيس مش عارفه مين اللي هو في خياله في احلامه، ولا هيعرف يعمل اي حاجه، ولا هيعرف يعمل اي حاجه حرفيا. فاحنا لا، هي المشكله السكانيه انا شايفه انها الاخطر على الاطلاق، الاخطر على الاطلاق من طيب. اي حاجه ممكن تكون
هستأذنك هطلع فاصل وهرجع بعد الفاصل أفهم مدى هذه الخطورة وأسباب الخطورة اللي بتلعبها القضية السكانية في ابتلاع أي شكل من أشكال النمو الاقتصادي، أي شكل من أشكال التنمية اللي المفترض أنها تبقى بتنعكس على حياة الفرد والمجتمع. استنونا لو سمحتوا. طيب، كل الترحيب بضيفتنا العزيزة الدكتورة كريمة أبو النور، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وقلنا مدى خطورة القضية السكانية. حطها بتوصيف بتاع مصطلح قديم كده يقولك الانفجار السكاني. طيب احنا خلينا نقول مثلا احنا في حاجة اسمها تغيرات المناخية كلنا عارفينها حاصلة، فدي كلنا عارفين الأثر بتاعتها. كان في دول كتيرة الشباب المصري بيسافر يشتغل فيها، الدول دي بقت بتدرب ولادها وولادها هم اللي بقوا بيشتغلوا الشغلانات دي، فما بقتش برضو نفس عدد الوظائف موجودة زي ما هي كانت موجودة زمان. فبالتالي انت او حتى اللي طالع يشتغل في سوق العمل ما بقاش بنفس المواصفات اللي كانت زمان، فبقيت عايز حد مواصفات معينة عشان يقدر يشتغل. فاحنا عندنا هيبقى عندنا مثلا اكتر من مشكلة، عندك حد بيطلع عايز يشتغل، عندك حد طالع هو كانت مامته حامل فيه ما كانتش بتاخد الفيتامين، ما كانتش بتتغذى كويس، فهو طالع طفل عنده مشاكل صحية، بعد ما كان طفل ما خدش فيه تطعيمات مهمة برضو المفروض ياخدها، ما خدش كل التطعيمات، في التعليم ما خدش تعليم كويس، ما خدش. ففي الآخر انت الشخص ده هو مش عارف يساعد نفسه. وبعدين احنا دلوقتي مش بنتكلم في عدد قليل، يعني احنا مثلا دلوقتي لما بنيجي نقول قادرين نساعد بتكافل وكرامه، وبرضه في ناس تقول لك وده حقيقي انه لا بس المبلغ، لا انت في الاخر حتى مش هتبقى قادر تقدم ده لانه الاعداد هتبقى اكبر من ده بكتير جدا. تاني حاجه وده المهم، احنا لسه عندنا مشكله انه مفيش ادراك للمشكله. يعني ايه؟ خلي بالك انت مفروض تخلف عدد انت قادر يعني تصرف عليه وتعلمه وتديله رعايه صحيه وجرعه ثقافيه وكل الحاجات دي. تنسلوا فإني مباهي بيكم يوم القيامة، من غير ما يقول له إيه هي شكل المباهاة بالظبط كده، إيه شروطها. فأنا دلوقتي بقى عندي يعني مثلا إيه، هنقول مثلا وزارة الأوقاف أو المؤسسات الدين الرسمية ماشي متبنية وخطابات إنه محتاجين إن إحنا نبقى مسؤولين، أشخاص مسؤولين عن أطفالنا وإلى آخره، بس إحنا عندنا في أماكن كتيرة في الزوايا وبالأخص في الأماكن الأكثر إنجاب هتلاقي أنه لا، الخطاب الديني اللي ماشي أنه أن الناس تخلف، يعني ما فيش أن أنت شخص مسؤول، أن أنت مفروض تبقى مسؤول عن الناس اللي أنت هتخلف. في عندنا أسباب تانية كتير لسه موجودة، وأنا الحقيقة أنا اللي بتصدم لما بلاقي الناس متخيلة أنها اختفت، زي مثلا تفضيل نوع الذكور عن الإناث. يعني تلاقي مثلا في الصعيد لحد دلوقتي هم شايفين أن الولاد هم اللي بيجيبوا مكانة اجتماعية للأسر، فبالتالي هتلاقيه مثلا خلف بنتين، لا أنا عايز أجيب ولد كمان، فخلف ولد، طب عايز أجيب ولد تاني معاه، طب جت بنت في النص، مش فإحنا دخلنا في 6 أطفال، وبنتكلم في أسر اللي هي إيه المفروض العقلة، وبنفضل بقى إحنا مكملين. إحنا عندنا كم مشاكل نفسية واجتماعية إلى آخره، إحنا مش مدركينها. يعني مثلا دلوقتي لما بنشوف الأطفال، هي مين أم هتبقى قادرة تربي 6 أطفال وتقوم بمسؤوليات البيت وتعمل وتعمل؟ فبالتالي الطفل ما بيترباش، فبالتالي بنطلع نلاقي انتشار المخدرات، انتشار العنف، انتشار التنمر، انتشار انتشار انتشار. ففي الآخر الدائرة دي بتطلع لنا مصايب كتير. يعني هي الدائرة دي مش اللي هو الفكرة ان انا عدد بس، مع اعتبار يعني ان العدد بس دي حاجة مش مهمة، لا، في الآخر احنا عندنا كم مشاكل احنا مش عارفين نسيطر عليها. وحتى الأشخاص اللي هم متخيلين انهم بعيد عن ده، انا هجيب عيلين وهربيهم كويس، لا، ما انت شوف الدوائر اللي بقت حواليهم عاملة ازاي. عشان كده انا شايفاها مسؤولية اجتماعية، مش مسؤولية علينا كلنا، بالأحزاب، بالمؤسسات، بالمجتمع المدني، بمؤسسات السلطة، بينا كلنا، ده شغل الناس كلها. طب انا ساعات او تحديدا كتير بقيت بدخل في مرحلة الصدمة بتاعة الطبقة المتوسطة والطبقة المتوسطة على اختلاف أشكالها، وصول الطبقة المتوسطة العليا في مصر. أي طبقة متوسطة في أي مجتمع هي الطبقة الأكثر إقبالا على التعليم والترقي العلمي والترقي الوظيفي، وهي الطبقة الأكثر إقبالا على الثقافة وألوانها وأشكالها المختلفة. أصبحت بشوف جوه هذه الطبقة في مصر بشرايحها المتضمنة جواها، لا ده عاوزين يخلفوا 3 و4 و5 عادي،
جزء منهم بيتكلم على اصل لسه ربنا ما جابليش الولد، هو مستني الولد، وجوه الطبقه المثقفه جوه المدن. والاقي نوع تاني بيتكلم على انه والله انا اقدر اعلمهم واقدر اكلهم واشربهم والبسهم وكل الكلام ده، فانتوا ليه مش عايزيني اخلف كتير؟ فواضح انه المفهوم الحقيقي او الجوهري او الجذري غايب. ده حقيقي. اصل هي منظومه كامله، يعني احنا ما تقدرش مثلا تيجي يتكلم حد كده سواء حتى لو مهتم سياسي او غيره وتيجي تكلمه في القضيه السكانيه كده لوحدها منفصله، وهتلاقيه ابتدى حتى يتعاطف معاك وانه يحس ان احنا في مشكله. فهي في منظومه كامله. وبعدين مش هاجي اقول له دلوقتي فهو يقول ايه ده بتقول كلام كويس، ايه ده الرئيس بيتكلم، ايه ده حتى لو حد معارض من حزب محاضر بيتكلم ايه ده، فانا هاخد بالي. الموضوع ما بيمشيش كده. انت بتبقى محتاج دراسات اجتماعيه ونفسيه متخصصه تقول لك بص انا عندي مشكله في المكان الفلاني. يعني مثلا انا من ضمن التوصيات اللي انا كتبتها في الكلمه بتاعتي في الحوار الوطني اللي هي يعني التوصيات التنسيقيه، احنا عايزين نحدد الفئه المستهدفه بالاخص. يعني مثلا سين مقتنع، سين هو كده كده بيحاول، لا انا عايزه اشوف الفئات المستهدفه واحدد كل فئه ليه عنده مشكله. يعني انا عندي رقم عالي جدا بيقول انه 14% من المواليد بيبقوا ناتجين عن حمل غير مرغوب فيه. يعني الام مش عايزه 14% ده رقم الجهاز المركزي للاحصاء. وكمان لو هنيجي مثلا المحافظات الاكثر انجابا هي المحافظات الصعيد، اسيوط، سوهاج، انا الى اخره، هنلاقي عندهم هم النسبه اعلى بتوصل ل 20%. فبالتالي انا مثلا لازم اقول لوزير الصحه هو انا عندي مشكله في الوسائل، فيقول لي لا ما عنديش. اقول له طب معلش انا محتاجه اعرف، لو انت ما عندكش مشكله والوسائل متوفره حضرتك لازم تجاوب لي تقول لي طب ليه ده بيحصل، لانه ده السؤال كل حد يرد على السؤال اللي هو يخصه. الجزء ده لما تكون واحده حمل غير مرغوب فيه ما يقدرش لا علم النفس ولا علم الاجتماع غير انه يقول لك هي ما كانتش عايزاه، بس يجي الطبيب هو اللي يقول لي ايه السبب، ايه مشكله السبب. نيجي مثلا اسباب تانية اجتماعيه، لا انا عايزه وبقعد اخلف وبعد اخلف، فساعتها ده دور علم النفس وعلم الاجتماع ان هو يجي يقول لك ليه، فيطلع لك مثلا يقول لك الاماكن دي المراه فيها غير ممكنه. يعني المراه ما تقوليش في المركزيه، ما تقوليش في النواب، ما تقوليش في الشيوخ، ما تقوليش هنا في الوزارات، لانه في الاخر دول من نفس البيئه اللي هنا مختلفه وهو مش شايفها وشايف ان الناس دي بعيده عنه قوي. تعالى بقى روح هناك قول لي كان في كم محافظه مسكت السيد محافظه ست، كام واحده مسكت رئيس مجلس مدينه، كام واحده مسكت مدير مدرسه، كام واحده بقت لا الحاجات دي مهمه عشان هو يشوف انه الست دي حاجه مهمه، الست دي ينفع انت تعتمد عليها. ما تقعدش تقول انا بخلف عشان اجيب ولد عشان ياخد باله من البنات، لا هي البنت هتعرف تاخد بالها من نفسها، هي البنت ينفع تعول اسره. ففي حاجات كتيره جدا. في مثلا الاعلام، فنلاقي انه المسلسلات تجيب، كانت قبل كده تلاقي في مسلسلات، بما ان كنا بنتكلم على استاذنا انور بالظبط، تلاقي جايبين في المسلسل مثلا اختين، اللي مخلفه سته يجيبها حالتها صعبه جدا، واللي مخلفه اتنين مع ان هما الاتنين نفس البيئه هتلاقي التانيه لا دي كويسه ولادها متعلمين ونفس، فعينه خدت على انه العدد الاكبر ده مسؤوليه وفي الاخر انا عايش حياه مش كويسه. دلوقتي ده ما بقاش حاصل. يعني بنلاقي المسلسلات بتتعمل هو مش في دماغه اصلا انه هو شخص، هو متشاف، هو الناس بتقلده، هو الناس بتاخد منه رساله مش مباشره. فانا في حاجات كتيره جدا هي دايره هتتعمل، ههتم بصحه المراه، ههتم بتمكين المراه. في كمان ان انا ابقى فاهم انه المراه مش لوحدها اللي بتخلف، يعني مش المراه بتصحى الصبح صباح الخير انا عايزه اخلف. في اخ، الاخ الصديق ده اللي هو جاي دور مشرف معانا، هو اللي لازم برضه يتوجه له الكلام، يعني لازم نبقى شايفينه وبكون بنكلمه الكلام. في الاسر دي كمان انه بيبقى ساعات الجده هي اللي بتشارك، لا هتقول كتير، فانت الكلام ساعات بيبقى موجه للاسره كلها، مش كل الاسر بيبقى المسؤولين على القرار هم الاب والام. فاحنا عندنا حاجات كتيره جدا هي مؤسسه. يعني انا برضو من ضمن التوصيات اللي التنسيقيه عملتها وانا شايفاها الحقيقه انها مهمه جدا، انه استقلال المجلس القومي للسكان ويرجع لرئاسه الجمهوريه، لانه هو بعد ما كان لحد التسعينات كان مع رئاسة الجمهورية، نزل رئيس الوزراء لحد ما وصل لوزارة الصحة، فبقت المبادرات اللي بتتعمل
في مبادرات بتعملها وزاره التضامن، في وزارات بتعملها حياه كريمه، في مبادرات بتعملها مؤسسه، لكن لما يستقل، لما يبقى المجلس مستقل وهو تحت منه كل الحاجات دي بتشتغل منه، فنبقى النهارده عملنا مبادره والمبادره دي حلوه جدا ومهتمه بخصائص السكان ومهتمه ومهتمه ومهتمه، مش هيجي حد تاني يعني، مش وزاره تانية تروح مطلعه، احنا الاثنين تحت مثلا رئاسه الجمهوريه او تحت ايا كان القضيه ليها صاحب، بالظبط ليها اب شرعي موجود، بالظبط، فيقدر يعمل لي تقييم للمبادره اللي اتعملت، والله احنا حققنا منها كذا، والله احنا ما حققناش منها كذا، والله انا محتاج وزاره التضامن، لا انا المره دي محتاج وزاره الصحه، لا انا المره دي محتاج مؤسسات المجتمع المدني تشارك معايا، لا المره دي انا محتاج الاعلام، لا انا دلوقتي محتاجكم كلكم، فالاستقلال بتاعه ده هيخلينا نشتغل بشكل كويس عليه كمان. طيب اخيرا قبل ما اختم انا هيبقى في عندي سؤال، اما ان الاوان للحديث هو بيحصل على الارض، يعني حياه كريمه هي تغيير خصائص اجتماعيه بالفعل، بس اما ان الاوان انه ده يتحول لثقافه منتشره فتبقى جزء من ثقافه المجتمع، ان انا لازم احارب لتغيير وضعي الاجتماعي، أنا لازم أتغير. صح جدا، بس ده هيحصل إزاي؟ محتاج كل المؤسسات اللي احنا قلنا عليها، يعني مثلا أنت تعالى من الطفل وهو في ابتدائي، الطفل ده يبقى عامل ضغط على أهله. لو هم أهله مش مدركين مش متعلمين، الطفل بيتعلم، درس له السكان من أول من هو في ابتدائي لإعدادي لثانوي، فبالتالي أنا عندي حد بيتعلم جوه البيت، هو هيبتدي يتكلم معاهم لأن هو عنده هذا الكم من المعلومات، إنه لا خليفونا أكتر، لا إحنا مسؤولين منكم إن أنتوا تعلمونا، إحنا محتاجين صحة، فتبقى دينا بندرسه، محتاجين الإعلام دايما يتكلم، محتاجين يبقى في رقابة على الخطاب الديني الخاص بالموضوعات اللي شبه دي، محتاجين تضافر، كل محتاجين وزارة الصحة ترد على أسئلتنا، ومحتاجين أنه يبقى كل الحاجات، يبقى الوسائل متوفرة، ومش بس متوفرة، الست اللي بتروح هناك تتعامل بأدمية لأن في متابعات بتتعمل، فتبقى وهي رايحة تبقى رايحة وهي مستريحة. طب والله وزارة الصحة بتقول أن أنا ما عنديش، مش قادر، ما عنديش أطباء، ما عنديش ما عنديش ما عنديش، طيب حطها مثلا في صيدليات هي مجانا، اي حد محدد، ما هو ما فيش حد هياخدها، بس طبعا اكيد يعني الصيدلي يبقى انا سلمتك كذا، تسلمها للحد للسيدات هتاخد بياناتهم، في اكتر من وسيله نقدر نعمل بيها، اقدر افكر في وضع حلول خلاقه طول الوقت، مفيش حاجه هتعطل يعني، بالظبط كده، بس لازم نبقى مدركين المشكله ولازم نشتغل عليها، ولازم الكل يبقى مدركها ويبقى شايفها ويبقى شايف الوضع بتاعنا رايح فين لو احنا ما اشتغلناش عليها. صحيح، أنا بشكرك جدا، نورتينا وشرفتينا، وأتمنى أنه تتعدد اللقاءات لأنها قضية شديدة الأهمية. إحنا هنطلع المركز الثاني والثالث في 2050 من أول 30-50، بالظبط إحنا من أكتر الدول المساهمة في الوصول للمليار التاسع، والحقيقة حاجة ما تضحكش، دي حاجة تحزن جدا، كارثة. أنا كارثة، ربنا يستر. كل الشكر لدكتور كريمة أبو النور، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كل الشكر لحضراتكم. لكن الكلام اللي احنا بنقوله ده كلام مهم، لأن انت بتناقش الأمور بالعلم وبالعقل وبالمنطق وبتحاول توجد الحلول، وبرنامجكم التاسعة. سلامات.